السلام عليك يا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء. عمامة السبط فلت حين ألفاه ملقا ينادي غريبا وأخياه. اسمع، فما لك القوس مكسورا لمصرعه وما لأحمد مكسورا وزهراه بكى عليه كما لو أن من فقده لم يبكه وبعالي الصوت ناداه. اش قال له؟ آه آه أخاه. فقال الشامتون له: أوه حسين، فماذا تنفع الآه؟ ثم انحنى صارخا يدعوه: يا نهري حقا عطشت. اي والله عطشان الحسين، حقا عطشت فمن للقلب سقياه. اسمع هذا البيت: بينا ينوح واهل الشرك في طربين
وصوت أطفاله عماه عماه. بعد بعد القصيدة طويلة. يروي حميد بن مسلم، ها يروي حميد، يروي حميد توارى عن نواظرنا. شنو؟ وجه الحسين عجيب أين نلقاه، وين شفنا؟ إذ الحسين طريح عند جثته. يصيح أخي عباس يا حبيباه، شي يقول له؟ يقول له يا حمزتي إن هندا أخرجت كبدي، وطود عزي فتفتت منه أحشاه، يا جعفري بجناحيك ارتقيت وقد تركت جيشي مقطوعاً جناحه، يا حيدري يوم بدر قام منتقما، اي مرددا ليت اشياخي بقتلاه. اسمع الحسين يقول لعباس يا اسدي، عباس يا سندي، عباس يا عمدي، إيوا نصيراه. خويا سهم رماك بعيني، سهم رماك رمى عيني يا قمري، من بعده تهتب الكل به تاه. يقول جيت انزع السهم، اسمع، اي قد رمت انزعه فالكون اجمعه، تنهل ادمعه مما ستلقاه. ام ان اردت بان يبقى فكيف اذا تراه صابرة أخت لها الله. الله يساعد قلب زينة. شي يقول؟ ويلي وكيف أرى جبينا تحب الأرض سجدته، وكيف ألثمه والغدر أدماه، أم كيف أحمل جسما أثخنه، فإنها إن رفعت يمناه أهوت منه يسرى. مقطع أبو فاضل. بعد يا أبا عبد الله، قال وحق جودك لولا قلب زينبنا لما رجعت إلى الفسطاط لولاه، لولا زينب ما أرجع. وحق جودك لولا قلب زينبنا، شو تسوي يا أبا عبد الله؟ لما رجعت إلى الفسطاط لولاه. اسمح لي على هذا البيت، يقول أمضي وعما قريب شمر يذبحني، وثم زينب تسري في سباياه. شي يقول؟ الصوت يضربها والحبل يسحبها،
الصوت يضربها بعد والحبل يسحبها أخ فتصرخ أدركني كفيلاه. شي يقول له القرب منك يراه الموت سلوته والبعد عنك بكأس الموت أسقاه. رجع خلى أخوه على التراب ورجع إجا إلى زينب زينب تنظر بوجه الحزين تشوف لحيته تقطر من الدمع يده على خاصرة أبا عبد الله راك عدت وحيدا أين العظيم أين الكفيل أين المحامي والنصير. قالها يا زينب ذاب قلبي لا تنشدي قالها يا زينب ذاب قلبي لا تنشدي ولا تسأليني حامل الراية وقهوة. ليش يا أبا عبد الله؟ حماي خدرك صاب سهم القوم بالعين ومن عقب عينه ضاعت النسوة وليتا. قالت طلبة يا أبا عبد الله بحق أمك الزهراء. قالت يا حسين جيب النعش لينا نشيل جسمه. جيب النعش لينا يا خويا نشيل جسمه. قالها يا زينب مختلط مخا بدم الأوصال متقطعة ولا يمكن نلمه وعي يجي ويا يا زينب للخيام. قالت أبا عمل لدوى وبادى ويجروحا قالت أبا عمل دواء وباداوي جروحا وباروح باشوف قبل ما تروح روحا. نادى عليها حسين ودموعا سفوحا دواكم ما ينفع بالأخد قضت الأيام. لو كان ينفع لدواء والله لداوي. شلون الدواء ينفع ومقطوعة أيادي الأعظم باكر يركبونك هزل وتمري عليه وعنده خبر عنكم يودوكم إلى الشام. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه رحم الله عمي العباس، لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عنوان بحثنا: أبو الفضل العباس صلوات الله عليه قراءة وتحليل. نحن أمام شخصية استثنائية، وماذا يعرف شبابنا عن هذه الشخصية سوى في حدود كربلاء؟ ومن هو أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه من حيث التكوين والنشأة والسلوك والخلق؟ وماذا يقول المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الإنسان العظيم؟ لا يخفى علينا أن للبيئة دور كبير في صناعة الإنسان، فالبيئة التي عاش فيها أبو الفضل بيئة تعتبر استثنائية بما في الكلمة من معنى، فأبوه صاحب هذه المقالة: لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا. ومعنى هذا أن أمير المؤمنين عليه السلام هو صاحب الحقيقة، هو صاحب اليقين، هو الانكشاف التام. فماذا سيعلم هذا المعلم إلى من تتوافر فيه الأرضية الفكرية والقلبية والروحية؟ هذا من حيث الجوانب المعنوية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة يحار فيه كل من كتب فيه، ويعتبر أمير المؤمنين عليه السلام إعجازاً موجود في هذا الكون يصعب معرفته وحله. أم البنين صلوات الله وسلامه عليها سنتحدث عنها: المرأة العارفة، المرأة العاملة، المرأة المحبة لله ولرسوله ولأوليائه، امرأة جبلت من طينتها من خلقها على حب أهل البيت عليهم السلام. وكما نعلم أن للأم دورا كبيرا جدا في تربية الأطفال، في تعليمهم، في تغذيتهم، إذا كانت الأم مؤمنة عارفة ملتزمة ينطبع هذا الأثر على أولادها. أما إذا كانت امرأة عادية لا تستطيع أن تصنع مؤمنا، لأن فاقد الشيء لا يعطي،
باختصار كان أبو الفضل العباس عليه السلام بالنسبة إلى أمه ليس لها مثيل في ذلك الزمان. طبعا ما نقارنها بالسيدة زينب، بعد السيدة زينب عليها السلام من النساء ما كل أم البنين عليها السلام، لا في معرفة لا في دين لا في إيمان لا في تقوى، هي امرأة متميزة بما في الكلمة من معنى. وحظي بثلاثة معصومين، أربعة معصومين، الإمام علي عليه السلام عاش معه 14 سنة، وعاش مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه 24 سنة، وعاش مع الإمام الحسين 34 سنة، وعاش مع السيدة زينب أيضا 34 سنة. الروايات أن العباس صلوات الله وسلامه عليه كان يرتع بين الإمام الحسن وبين الإمام الحسين وبين السيدة زينب عليها السلام. لما نرجع إلى التاريخ ونشوف في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كان يغذيه غذاء روحيا وفكريا حتى شهد له أمير المؤمنين بقوله إن ولدي العباس زق العلم زقا، يعني أخذ العلم مباشرة من أمير المؤمنين، لهمه التهام، فهو من حيث العلم عالم بما في الكلمة من معنى، علمه من علم أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كان أمير المؤمنين يهتم بهذا الإنسان العظيم في علمه وفي تعليمه وفي صقله. تعال نقرأ احنا في تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام، صارت واقعة صفين في سنة 37 للهجرة، يعني يكون عمر أبي الفضل العباس عليه السلام 11 سنة، لأن العباس 26 والصفين في 37، يعني يكون عمره شقد 11 عاما في صفين، وأمير المؤمنين يشركه مع الإمام الحسن والإمام الحسين عليه السلام في يوم صفين. اللي أعجب من هذا لما ملك معاوية وأصحابه شاطئ الفرات وطوقوا، جاء أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام إليه قالوا له يا أبا الحسن لقد منعونا الماء. أرسل رسول إلى معاوية يقول له يفتح الماء، ما قبل معاوية، فقال أمير المؤمنين لأصحابه قاتلوا للماء، روحوا خذوا الماء. الروايات تقول على رأس ذلك الجيش الذي كشف شاطئ الفرات وملك النهر الإمام الحسن والإمام الحسين والعباس عليه السلام، عمره 11 سنة والإمام قال له روح، شيء يفوق الخيال. في نفس أيضا تلك الحادثة كان رجل يسمى بأبي الشعثاء، رجل صنديد من صناديد العرب، وقد افتخر أمام الجيش أنا بألف فارس، كانت لديه 7 أولاد، فأخرجهم وطلع إلهم غلام متلثم من جيش أمير المؤمنين قتل الأولاد 7. فغضب أبو الشعثاء خرج إليه وألحقه بأولاده، فتعجب جيش أمير المؤمنين وجيش معاوية هاي الشجاعة مين، فقالوا إنها لا تعدو عن بني هاشم. فلما رجع إلى أبيه أمير المؤمنين فتح لثامه وقبله، فعلم الناس أن هذا أبو الفضل العباس، العمر 11 سنة ويسوي هاي السوات بالجيش، لما يكبر يوصل إلى 34 سنة، هذا شقد قوة عنده. بعد أمير المؤمنين عليه السلام كان ساعد الإمام الحسن،
تصور كان ساعد الإمام الحسن وكان الواسطة بين الإمام الحسن وبين الشيعة الذين يأتون بمثلا بالحقوق الشرعية أو بالكتب والرسائل. كان أبو الفضل العباس هو من يأتي بهذه الكتب والرسائل إلى أخيه الإمام الحسن، كان واجهة الإمامة، يعني مو إنسان عادي هذا الرجل، كان واجهة إلى الإمام الحسن. من تقرأ في زيارة العباس عليه السلام عن الإمام الصادق يقول له أشهد أنك كذا، إلى أن يقول وأنصار رسول الله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار الإمام الحسن، لأنه خدم الحسن في إمامته 10 سنوات وكان الواجهة في الإمامة. وكان في إمامة في جنازة الإمام الحسن عليه السلام لما شيع ورشقت بالسهام خرج أبو الفضل بمفرده بوحده، أراد أن يقلب عليهم أمرهم ويمزقهم تمزيقا، فما أوقفه إلا الإمام الحسين عليه السلام، قال له تعالى هاي وصية الإمام الحسن أن لا نهرق في أمره ملأ محجمة دما، بوحده. ولما إجت إمامة الإمام الحسين عليه السلام واصل المسيرة مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام، وكان الواجهة إلى الشيعة، الناس يأتون إلى الإمام الحسين من طريق من؟ العباس. ترى مو هسه احنا نشوف الناس تزور العباس وتستأذن وتروح للإمام الحسين، ترى العباس واجهة من زمان، واجهة الإمامة. إذا أنت تقول ما تدخل إلى الإمام الحسين إلا تسلم على حبيب، لأنه حبيب بواب الحسين أو سفير الحسين عليه السلام، هذا تزور أول وتالي تروح إلى الإمام الحسين حتى تدخل في في حريم الإمامة، في رواق الإمامة، تدخل عن طريق العباس عليه السلام. لذلك علماءنا ومراجعنا، وقد رأيت منهم الكثير ممن يبدأون بزيارة العباس في ليلة الجمعة ثم يذهبون إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فكان إنسانا بما في الكلمة من معنى. زين، هسه بعيدا عن الطف تعال لنقرأ ما قاله الأئمة الطاهرون في هذا الرجل العظيم، وماذا نستفيد من هذه الروايات. الرواية ذكرها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الخصال عن علي بن إبراهيم عن اليقطيني عن يونس عن ابن أسباط عن علي بن سالم عن أبيه عن ثابت بن أبي صفية قال نظر علي بن الحسين سيد العابدين صلوات الله عليه إلى عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب. العباس عنده ولدين الفضل وعنده عبيد الله الإمام زين العابدين، وقعت عينه على عبيد الله ابن أبي الفضل العباس، فاستعبر وقال. شوف الإمام من يعطي مقدمة نظر إلى هذا الطفل وأعطى مقدمة وبعدين راح إلى صلب الموضوع، إذن المقدمة لا تقل أهمية عن النتيجة. ايش قال؟ يقول الإمام ما من يومين أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله من يوم أحد قتل فيه عمه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبعده يوم مؤته قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب عليه السلام، ثم قال ولا يوم كيوم الحسين صلى الله عليه، ازدلف إليه 30,000 رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة، كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه
وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا. ثم قال عليه السلام: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزله يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. نستفيد من هذه الرواية؟ نستفيد أن الإمام زين العابدين عليه السلام اترقى، أول ذكار يوم أحد، وبعدين يوم مؤتة، وختم بمن؟ بيوم الحسين عليه السلام. هنا يوجد ترقي في الحدث اللي ذكره الإمام عليه السلام، وهذا يعني أن الحالة الثالثة هي أشد حزناً ووطأة على رسول الله صلى الله عليه وآله، لذا قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الأمر الثاني في الرواية أن الإمام زين العابدين ذكر شهادة الحمزة وشهادة جعفر عليهما السلام، ثم ذكر شهادة منه؟ العباس. فبقرينة المقابلة بين الشهادتين أن شهادة العباس لا تقل شأناً عن عظمة شهادة الحمزة، ولا تقل شأناً عن عظمة شهادة جعفر إن لم تكن أعظم. يعني هذا القدر المتيقن بقرينة المقابلة من وين؟ من الرواية. زين، أيضاً عندنا أن مقام جعفر صلوات الله عليه له مقام لا يدركه إلا المعصوم، أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة. والعباس عليه السلام قال الإمام في الرواية: وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة، بما فيهم الحمزة، بما فيهم جعفر، بما فيهم نبي الله يحيى بن زكريا، كل من استشهد في سبيل الله يغبط العباس عليه السلام على هذه الرتبة. رجل بما في الكلمة من معنى عظيم. وأشار الإمام في الرواية إلى ثلاثة أمور: قال بأبي هو وأمي، آثر وأبلى وفدى. الإيثار والفداء والابتلاء. كيف صار العباس بهذا المستوى؟ حينما ينظر إلى المعصوم عليه السلام ويندك فيه فتهون نفسه قبال الإمام عليه السلام، لأن الإمام وجه الله، الواجهة لله، خليفة الله في أرضه وسمائه، وهو الذي فدى نفسه للحسين عليه السلام. تقول الرواية: وصل إلى شاطئ الفرات وكبده كصالية الجمر. يعني عطش ما نقدر نوصفه، يفوق الخيال، ومع ذلك ما شرب قبل الحسين، لا أشرب. رجل عظيم بما في الكلمة من معنى. يكون نعرف العباس هالشكل حتى نذوب فيه، حتى نكون وياه بشكل أعظم. بأبي هو وأمي، خاف بعدين ما يكون مجال يرقد في العناية المركزة. الحاج عبد الهادي حبيب المبشر، الدعاء له بالشفاء: اللهم داوه بدوائك واشفه بشفائك، بحق أبي الفضل العباس
وكل من أوصاني بالدعاء وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات. كن نعرف العباس بهذا بفدائه ونفدي للحسين كما فدى أبو الفضل العباس. كان لديه غيرة على أخيه وعلى حرمات أخيه. يقول أبا عبد الله ائذن لي بالقتال، قال لا، أنت عمود خيمة، أنت كبش كتيب، إذا قتلت يؤول مخيمنا إلى الدمار ومعسكرنا إلى الشتات. رجع وإذا بامرأة وقور تجر أذيالها تحمل طفلا على عاتقها، لا تخرم مشيتها مشية أمها الزهراء، وضع يده على قائم سيفه. راحت بالطفيل تبكي لأبو الشيمة، أبو فاضل عمدها وبيرق الليمة، لما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموع والونات تخفي. سمعها وصاح والسيف بيمينه يلوح، جنها الواقفة زينب توين وتنوح. قالت له قالت له نعم زينب يا بعد الروح إلي حاجة وريد اليوم. ناداها يا زينب وابتهج قلبه، يا زينب آي هالطلبة ما هي صعبة، ولو فوق الشريعة القوم من صبا لخلي الساعة هالراية ترف بيها. صحات والدمع بخدودها سافي، يحاوي علوم هالمكنون والخافي. أنا أدري بيك شيال العلم وافي، ترى أطفالك يا أخويا العطش مات وحقمنا البتولة مكسرت الأضلاع، ولا فوق الشريعة مية ألف دراع، لخليها جنايز تظل فوق القاع، والأطفالج لجيب الماي واسقي. أبا عبد الله ائذن لي بالقتال بين يديك، فلا طاقة لي على البقاء. قال إذا كان ولا بد فاطلب قليلا من الماء إلى هذه العطاشة. صار ينظر إلى عيني أخيه، والعباس ينظر إلى عيني الحسين، يعلمان أن لا التقاء ولا رجوع إلى المخيم. بحرقة وادع العباس ويا حسين، موادع غالي راح يفارق الغالي. اي صبروا وما بجوا بس قبل لا يمشون، واحد حسب الاخر دمعته تلالي. اجا حسين وفتح درعانه للعباس، يقل بغيره كان تخيلت حالي. أنا عطشان صح بس ما شربت الماي، لكن لو فقدتك ينشغل بالي. أخذ القربة وضعها على كتفه، صعد على صهوة جواده، توجه نحو المشرعة يزمجر ويكبر حتى أزاع من عليها. ترجل نزل إلى شاطئ الفرات، خاض الماء برجليه، أخذ من الماء غرفه وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هون.
وبعده لا كنت أو هذا الحسين وارد وتشربين بارد المعين خاض الماء بس سابعوا هذا صوتك وين أصوات الشباب خاض الماء بس هاي يسب ترس شفت ترس يروي عطش تذكر للنخوح ذبي الماي من شفه أجركم الله ملأ القربة أضعها على كتفه صعد على صهوة جواده وتوجه نحو الخيام نادى ابن سعد ويحكم لئن وصل الماء إلى الحسين أفناكم عن آخركم ما نصنع قال اقطعوا عليه الطريق قطعوا عليه الطريق احتوشوه من كل جانب زحفت عليه الصفوف أقبلت عليه الرايات خفقت الألوية لف الخيل بالخيل والرجال بالرجال قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة واللواية مايل وزينب تنادي ما لي أرى اللواية مايل يا أبا عبد الله قال هذا هو العباس يحمل فيهم تارة على الميمنة وتارة على الميسرة إني أنا العباس أغدو بالسقاة ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطهر أفديه وقا يا الله يا فبينما هو يقاتل كمن له لعين من خلفه ضربه بالسيف على يمينه أخذ السيف بشماله وهو ينادي والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين قاتلهم قتال من عاف الحياة فبينما هو يقاتل كمن له لعين آخر ضربه على شماله يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري تقول الرواية أخرج رجليه من الركاب جاءته السهام كرش المطار سهم وقع في محجر عينه وسهم في حنكه وسهم في نحره وسهم في صدره وسهم في القربة فأريق ماؤها أخرج رجليه من الركاب ووضع السهم بين ركبتيه على هيئة الراكع فبينما هو كذلك جاءه حكيم بن الطفيل بعمد من حديد رفعه إلى أعلاه ضرب العباس على رأسه صار يتمايل على ظهر الجواد كيف يسقط على البوغاء لا كفان لا يدان فسقط على حر وجهه فنشب السهم في عينيه فنادى أدركني يا حسين سوليف يا نهار زينب أنا جيت جيتك من سواد الغاضرية
يا الماخذ اخويا احجي جاوب كون القى وشوف اش جاربي ما قلك اخيت عندي بهالخيار ذابح البجي وتسأل علي اي ما قلك اخيت عندي بهالخيار ذابح البجي وتسأل علي ما قلك جريح حظل بلايا شرتين وخيت فوق المطيه يا راجي النهار دليني عباس ما عودني ما يرجع الي عباس الهوى لو مرني اغتار اي تسعر بي حمية هاشمية يلا نبدأ ظلت تمشي تمشي وجنها جفية وجن جثة قمار عالشطر مية صاحت يا ابو فاضل والوعد وين قوم بسرعة ويرعى الفاطمية لو ظني عفيتني وما ترجع يردو ويقوم يدعي يكتف ايدي ما شافتني حتى العالم بطل هسا انشاف وتوقف سبيل شو تقول هسا يشيدني هذا وبالحبيل ذاك وينده سأل ابوها التمشي هي هاي الجان يخاف عليها عبا خل نحرق خيامها الخارجي وانت على الشريعة وانت على النهار نايم يا ابو الجود ما قلت انهض وافزع ليك يا خي ما عودني خويا يذبني للموت وكلك غيرة واحساس
وحمية يا 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 خويا يا ابو فاضل انا راح اصبر على الهم وميتك الحين فرقاك اصعب اعظم علي على هاي الدموع ادعو إلى المرضى ادعو إلى المرضى يقول أقبل شمر فرحان يتشمت على حسين يقل عضيدك راح وما ظل عندك معين يقول له شيا يا حسين شايل بيرقك راسه فضخناه